السلام عليكم ورحمة الله. ده الفيديو زي توضيح ازاي ننشئ المتجر. أولا بالنسبة إلى أكونت هو عامة أنا مسجل، فالتسجيل بيكون عن طريق ريجستر. هنلاقي فيه هنا كده ريجستر أو لوجن، نضغط على ريجستر. هنا الريجستر هيكون في ريجستر، وهنا في لوجن. فهنسجل كفندور مش ككاستمر. الفندور ده كده قائمة الكاستمر، يعني احنا ممكن لو أنا حتى فندور ممكن أشتري أي موديل من على الموقع، وفي الداونلود هنا هيظهر في الداونلود، هيفضل هيبقى الموديل ده هيكون متاح لي في اي وقت ان انا اعمل له داونلود. وطبعا هيكون قائمه الاوردرز والاكونت ديتيلز. ده كده لو انا كاستمر. تمام. عامه انا ممكن بعد كده اذهب الى الداشبورد، جو تو فيندور داشبورد. طيب ازاي بقى بنرفع الموديل ده؟ كده احصائيه لينا، المنتج بتاعنا اتشاف كام مره، دي احصائيات كام الاوردر هكذا، دي احصائيه للفيندور نفسه او السيلر اللي بيرفع الموديلات، غير الاحصائيه عامه اللي بتكون في الادمن لينا طبعا. طيب عامه من البرودكتس دي طبعا الحاجات اللي انا عرضتها للبيع، في الاوردر طبعا. طيب الويزدرو ممكن اسحب الارباح عن طريق هنا، ممكن ريكويست ويزدرو البالانس زيرو. المينيمم ويزدرو يكون 50 جنيه، ممكن أسحب الأرباح لو 50 جنيه. ممكن يكون باي بال أو بنك ترانسفير أيا كان، ولو الأرباح أكثر من 50 فأنا ممكن أسحبها أوتوماتيك أول ما الأرباح توصل 50 أو أكتر. فمن البرودكتس هنشوف ازاي نضيف منتج. أدي نيو برودكت، هسمي المنتج ده وليكن جيم سين، وليكن جيم سين. السعر وليكن السعر الأساسي وليكن 60. ديسكاونت هيكون مثلا 45. طبعا ممكن أحدد ديسكاونت من فترة كذا، من وليكن من ألف، من فترة 20 حتى فترة وليكن واحد وليكن 20 برضو يونيو مدة شهر. وليكن الكاتيجوري يكون ستريم دي موديل، وهنا التاج هيكون وليكن كارز. هنا طبعا اختار البرودكت كفر ايمج والجاليري ايمج. هنا اكتر من صورة بختار اكتر من صورة، وهنا صورة واحدة للمنتج. فدلوقتي انا رفعت الصور وصورة الفيتشر، فبضغط كرييت كده كل شيء تمام. ممكن طبعا هنا اكتب this is scene for game ready for game engines such as Unreal Engine or Unity or Unity. ممكن اقول هنا برضو ان number of polygons هيكون وليكن 30K، فورمات وليكن FBX OBJ. لو في هنا تكتشرز ممكن لينكس فور تكتشرز، وهيكون فينا لينك للتكتشر وهكذا ايا كان. طبعا الديسكريبشن في نقطة بس بسيطة كده. بعد ما انا انشأت المنتج ازاي بقى اعرضه للبيع؟ هو طبعا بيندنج ريفيو، الادمن بيقبل المنتج ده في نفس اليوم تقريبا او في فترة بسيطة. أرجع هنا بقى للإيديت وأقول إن ده كده من داونلودابل هكذا، لأن هيكون في داونلودابل. لكن لو دي سيرفيس ممكن أضغط فيرتشوال، لو أنا بعرض خدمة للبيع أختار فيرتشوال. لكن ده ملف أنا عرضه للداونلود. في الداونلود هنا طبعا هضيف الفايل. في نقطة بسيطة، يفضل لو الفايل حجمه كبير يتم رفعه على سيرفر خارجي زي دروب بوكس أو جوجل درايف. فأنا هحط هنا مثلا نيم أوف فايل، هسميه وليكن جيم سين، وهنا طبعا اللينك للفايل. طيب ازاي نرفع الملف دروب بوكس؟ فبعد كده بنذهب مباشرة. عامة هو عندي في دروب بوكس في لينك، ده لينك للفايل. لو الفايل هيكون اكتر من فايل حجمه كبير لارج سايز، فافضل
عشان الموقع ما يكونش بعد كده يكون موقع تقيل في التصفح. فهنسخ الفايل ده، انا رفعت ولكن ده الفايل اللي انا عرضه للبيع اللي هو الجيم سين، فانا رفعته كمثال يعني كنترول سي كده، سميت الفايل وهضغط هنا اللينك عشان يبقى فيه دايركت داونلود. بنعمل حاجة بسيطة، هنكتب في الاول بدل ال www اكتب دي ال، وهنا بعد دروب بوكس يوزر كونتنت اد فايل. لو في اكتر من لف طبعا نفس الطريقه ديت هكذا، ده ماينس 1 وماينس 1 بمعنى ان العدد مرات التحميل غير انليميتد. وهنا طبعا ممكن نفعل اليوزر برودكت ريفيو، يعني ممكن حد يسيب تعليقات ريفيوز على المنتج او لا. وطبعا بعد اللي بيشتري المنتج ممكن نظهر له اي رساله ليكون ثانكس الوت for choosing our valuable items او اي رسالة طبعا. بعد كده save product. طيب المفترض ان الموديل ده ديت نفس الطريقة، المفترض ان الموديل ده هيتراجع عن طريق الادمن ويتم عرضه مباشرة في الستور هنا كده، وليكن في الداشبورد. تمام، هو كده المنتجين دول ظاهرين عشان تم مراجعتهم وقبولهم من الادمن. فاول ما المنتج يتم مراجعته هيظهر هنا، وبان احنا حاطين التاج كار فهو هيظهر هنا في الكارز. لو ضغطنا هنا في الكارز هنا هيظهر هنا في الصفحه ديت، ويظهر هنا برضو في الداشبورد.